دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تسريع خطوات برنامج تربية المليون رأس لدخول مجال صناعة اللحوم، لافتا إلى تأخر الدولة في دخول هذا المجال. وأضاف الرئيس السيسي إلى أن المعامل الجديدة في مجال تنمية الثروة الحيوانية تساهم في دفع جهود تنمية هذا القطاع. احنا دخلنا المسارات ديت أو الصناعات ديت متأخرين شوية. يعني صناعة اللحوم دي صناعة، مش يعني مش 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 تربية، يعني زي ما الناس متصور ان هو بيأكل راس ماشية وخلاص. لا، دي صناعة يا جماعة، صناعة متكاملة جدا جدا، وتكلفة إقامتها وتكلفة تأهيل الناس انها تشتغل فيها بتاخد وقت. احنا كنا بنتكلم في المليون راس، ومن في خلال 6 7 سنين اللي فاتوا كل اللي جه 71,000 راس. 71,000 راس ده رقم بسيط قوي ومتواضع، وانا بقوله للدولة وبقوله لنفسي، لما تيجي ال 100,000 راس ثمنهم 5 مليار جنيه، انا بقول كلام مظبوط مش كده؟ طبعا. ايه 5 مليار جنيه دول؟ فاهم يا وليد؟ اتفضل. ال 100,000 راس وزير الزراعه يقول لي ما هو السوق العالمي ما عندوش يلبي لك المطلب ده، ما احنا مش هناخده في سنه، ما احنا مش هناخده في ايه؟ انما طموحنا هنا مش الهدف منه، يعني هو الهدف منه الناس، يعني